قهوة أبو ناصر محطتنا كل يوم ومحطة ضيوفنا اللي يتواصلوا معنا، سواء الضيوف الموجودين الأخوة المواطنين من محافظات ومناطق السلطنة، وأيضا من ضيوفنا الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي. يمكن ضيفنا اليوم ما غريب عليك على عزيز المشاهد أبد، هو فنان وفنان كبير، الفنان الإماراتي المعروف محمد الجناحي. حياك الله معانا. الله يحييك يا أخ عبد الله، وأنا سعيد بهاللقاء الخاطف مثل ما يسمونه السريع هذا. مفاجأة جميلة وحلوة أنك تزورنا في برنامجنا. والله أنا حبي للتراث يمكن هذا اللي أجبرني أن أجي أشوف الفعاليات الموجودة، وبعدين أنت شجعتنا وايد، أنت تحبب الواحد أنه يجي علشان يشوف، فعلى أساس كذي خلاني أصريت اليوم عشان أجي أتابع الفعاليات الموجودة عندنا. أستاذ محمد، تابعت برنامجنا من قبل؟ والله أنا تقريبا من أول يوم في البرنامج، لأن اليوم أنا متابع البرنامج يوم سواء كنت قبل لا أجي مسكت أو يعني أنا جيت يمكن يوم 5 في الشهر، بس أنتوا بدأتوا من يوم 28 وأنا من يوم 28 وأنا متابع. نعم، إحنا برنامجنا طبعا بدأ بعد الأسبوع الأول من المهرجان. عموما إيش رأيك بما يقدم من التراث بالقرية التراثية هذه؟ والله أحسن شيء هذا أنتوا عملتوه، أنكم أنتوا حاولتوا أن تطلعون التراث الموجود عندنا في دول المنطقة ككل أو العمان بالخصوص، لأن في كثير من الجيل الحديث ما يعرفون. أنا لاحظت من خلال لقاءاتك أنت مع الجمهور أن في كثير أشياء ما يعرفونها، وهذا عيب فينا نحن الكبار أن ما نحاول، أو بحكم التكنولوجيا الموجودة الأمور هذه كلها اختفت. فبس لازم أن احنا يعني نبين لهم شو كانوا يتعاملون أهالينا، سواء كان من الأدوات الأشياء الأدواتية اللي نستعملها في اليوم اليومية حياتنا اليومية، أو فيما يتعلق بأمورنا البيتية شو موجود شو مو موجود. يعني بارك الله فيك يا أخ عبد الله على هالبادرة هذه. محمد جناحي، قائمتك أكيد تكون طويلة بالوصايا بالهدايا، إيش أولها اللي راح تشلها يعني خاصة التراثية؟ والله لحد الآن أنا ما أدري يعني، بس أنا المشغول شوية بالنسبة للمسرح، بس من المؤكد قبل لا أروح لازم أعمل لي جولة عشان أخذ الأشياء اللي ممكن الواحد في شيء بالك شيء أكلة معينة. والله أنا وايد معجب بالعسل العماني، ووصيت الأخ طالب أنه يجيب لي عسل من قبلها بيوم كانوا فيه مسوين عن أسباب تواجد العسل من الجبال من بداياته إلين دخلوا في المكاين، فأنا من النوع اللي أحب العسل وايد. العسل هو على قائمة الأشياء، ونتمنى إن شاء الله تأخذ أيضا الحلوى العمانية والفخارية. هذا لازم، هاي أكيد، لأنه حتى في يوم الافتتاح ضقت حلوى يمكن صار لي كثير ما طعمتها يعني من حلاوتها، فأصريت إني لازم يعني كل الأشياء اللي تتعلق بالتراث سواء كانت الملموسة أو المأكولة أن أحاول أخذ منها شوي. محمد، أخيرا نسألك عن سبب تواجدك في المهرجان. أنا والله بدعوة شريفة من وزارة الإعلام حضرت إلى عمان للمشاركة في مهرجان المسرح كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أيام الجمعة الخصيبي المسرحي. الله يرحمه. الله يرحمه. وهذه لفتة كريمة وجميلة من القائمين على الفن في عمان أنهم يكرمون واحد مثل الجمعة الخصيبي ويسوون أيام مسرحية باسمه، وهذا كلنا نفتخر فيه. أسألك، كيف شفت فنانين عروضنا المسرحية إلى الآن يعني؟ والله أنا حسب ما فهمت، أنا عارف أن عمان فيها ممثلين أو فنانين كبار أمثال صالح زعل، فخرية، أمين عبد الرسول، طالب، جمعة هيكل، مجموعة كبيرة تعاملت معاهم في السابق. المجموعة الموجودة الحين كلهم على حسب ما فهمت أنهم هو، بس يبشر بالخير أن في مخ، يعني أنا سعيد جدا أن الفعاليات كلها عمانية بحتة، من نص، من إخراج، من ديكور، من ممثلين، وهذا شيء يسعد الواحد. بس طبعا في آخر المهرجان ممكن نحط شوية توصيات
انهم يهتمون فيهم اهتمام اكثر من الموجود، لانهم كلهم يشتكون من قله الاهتمام مثل ما نحن نشتكي في بورا. يعطيك الف عافيه ودائما مرحبين فيك في برنامجنا وفي مهرجاننا وفي السلطنه بشكل عام. بلدي ودول مجلس التعاون كلها بلدنا واحده، لا شك. والواحد ما يحس بالغربه اطلاقا انه هو ترك بلاده وجاء في بلد ثانيه، لانه نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الاخوه ونفس الترحيب. فشغل ما اقدر اقول ان انا في بيتي. الله يسلمك. اصاله متواصل معك عزيزي المشاهد على الهواء مباشره من القريه التراثيه بحديقه القرم الطبيعيه.